ورحمة الله وبركاته. عار المنظومة وعار الإعلام يكمل مسلسل الفضيحة. ستظل ردود الأفعال تتواصل على فضيحة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وتعديه على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي. هذا الأمر الطبيعي أن يحدث في ظل منظومة رياضية فاسدة عفنة تدير الكرة المصرية ولا يهمها سوى فريق واحد فقط، وليذهب الجميع للجحيم بعد ذلك. منظومة جعلت فريق واحد ولاعبيه فوق الجميع حيث التغاضي عن كل ما يفعلوه، وبالتالي شاهدنا الفضيحة والعار. ولا أفهم لماذا الاندهاش، فقد حدث هذا من قبل على أراضي دولة الإمارات في مباراة السوبر، وتم الاعتداء على لاعبي بيراميدز من جانب لاعبي الأهلي في مشهد عار على الكرة المصرية يتذكره الجميع، لدرجة أن الإخوة في الإمارات وقتها أبدوا استياءهم وغضبهم من المشهد. لماذا الاندهاش وقد تم إيقاف عقوبة كهربا عن تفصيل أي كلام حتى يكون متواجد في السوبر، مما اضطر الزمالك للانسحاب وقتها؟ لماذا الاندهاش؟ لأن لاعبي الأهلي يتعاملون كأنهم لديهم حصانة برلمانية ودبلوماسية وأنهم فوق القانون والحساب مما يشاهدوه، فطبيعي أن يفعلوا أكثر من ذلك. سيظل العار يلاحق منظومة كرة القدم طالما بقي الظلم والفساد والمحسوبية لنادي واحد فقط على حساب الجميع. واستكمالا لمسلسل العار الذي نعيش فيه ونشاهده يوميا في الرياضة المصرية، وهو بطولة كوكبة من أروع المذيعين المصريين، جاء عار الإعلام الرياضي المصري بعد الواقعة، حيث التبريرات الوهمية والدفاع عن لاعب الأهلي، وكلكم شاهدتم فضيحة الإعلام المصري ودفاع عن حسين الشحات إلا من رحم ربي. أخيرا ومن الآخر، لا تنتظروا أي تطوير للكرة المصرية في ظل وجود هذه المنظومة الإعلامية الفاسدة والإدارية في الجبلاية العار، واعلموا أن آخر شيء يمكن فعله هو دوري المهلبية اللي فشلوا حتى في تنظيمه. الكلمات كثيرة لا تعبر عن حالة الضيق التي يعيشها أي إنسان عاقل، حتى من جمهور الأهلي والمواطن الأهلاوي المحترم.